بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب العون والتوفيق والسدادة والنجاح. أحييكم وأجدد لكم التحية واللغة من هنا من على أرضية هذا الميدان، من ميدان سيف العرب أحد فروع ميدان المرموم في دانة الدنيا دبي، حيث نتابع انطلاقات تمهيدي الخاص لسن الإذاع لأصحاب السمو والشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. يسير على بركة الله. الشوط الأول الرئيسي ينطلق مشاهدين الأعزاء من مسافة 5 كيلومترات. يسير الشوط الأول الخاص بالأبكار الإذاع المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. ترحيبي بكل الحضور، ترحيبي بكل الأسماء التي قادمة للمشاركة في هذا الصباح الجميل. مباشرة إلى الصدارة، مباشرة إلى المقدمة وإلى المركز الأول. من تأتي على مقدمة هذا الشوط؟ هذه الخليجية سعيد بن محمد بالحب العامري ينطلق على مقدمة هذا الاندفاع والمركز الأول، بينما القدوم على المركز الثاني. أتابع المتدخلة في هذه الانطلاقة الجميلة. هذه وصلت الشاهينية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة المضمر راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، بينما في المركز الثالث اللي تتقدم وتتسلل من الجانب الآخر اليافل علي أو عبد الله بن علي بن سعيد بن سعودي الاكتبي يحتل المركز الثالث، بينما الانتقالة هي الرابع. المراكز اللي تتقدم في هذه الحظوظ الذيبة وصلت بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة حمد بن علي العويس، هي تابعها في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس، وتابع القادمة على خامس المراكز، ظنون سعيد بن سيب عبيد بالكديدة الفلاسي يحتل المركز الخامس، بينما في المركز السادس اللي تنطلق على سادس المراكز ملوح بشعار سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد النهيان وبقيادة المضمر أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي يتولى عملية تضميرها وتدريبها. أما في المركز السابع اللي تتقدم على سابع المراكز، أنوار بشعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم ومحمد بن مسفر بالقوبع يتولى عملية تضميرها وتدريبها على المركز السابع، بينما في ثامن المراكز وصلت الشهامة لهزاع بن غلام بن موسى البلوشي، بينما في المركز التاسع أتابع القادمة على المركز التاسع العبرة، ووصل شعار أبو سعيد ليحتل المركز التاسع. الصغير بن علي بن يزرب العامري يحتل المركز التاسع، بينما في عاشر المراكز اللي تحتلها هذه هي النادرة لخاطر بن سالم بن عامر الزرعي. هذه هي النتيجة والنداء للعشر المراكز الأولى التي تنطلق في مسيرة هذا الشوط والباحثة عن الناموس الأول من خلال انطلاقة هذه الفئة العمرية. سن الإذاعة رحلة 5 كيلومترات هي التي أيضا تتابع هذه الانطلاقات. نحن نتابع هذه الإثارة وهذه الانطلاقات. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى البداية وإلى المركز الأول. ما شاء الله، نتابع المقدمة والمركز الأول والسيطرة الأولى هنا كما تشاهدون على مقدمة هذا الشوط. شعار بالحب اللي يقود المركز الأول ويقدم لنا الخليجية هنا
ترقص على أرضية ميدان سيف العربي. هذا الأداء المتميز في بداية هذه الانطلاقات. الله 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 الله. الخليجية سعيد بن محمد بن حب العامري يتابعها أبو محمد من خلال هذه المسيرة. المركز الثاني الغدوم من اليافل هنا أيضا تأتي على المركز الثاني. عبد الله بن علي بن سعيد بن سعودي الاكتبي يحتل المركز الثاني ويغير إلى مقدمة الشوط، بينما في المركز الثالث هذه هي الشاهنية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة راشد بن سعيد بن غافرية يتولى عملية تضميرها وتدريبها على المركز الثالث، بينما في رابع المراكز الغدوم في هذه اللحظات على المركز الرابع اللي تتقدم في هذه المسيرة. العبرة العبرة بدأت تعبر، العبرة بدأت تغير من مركز إلى مركز آخر مع اقترابنا للكيلو والمتر الأخير بقيادة الصغير بن علي بن يزرب العامري بمتابعة أبو عسكور اللي يتابع هذا الشعار. المركز الخامس اللي تتقدم في هذه اللحظات هذه الذيبة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة مضمر نجوم الخمسة حمد بن علي بن عامر العويسي. هذه هي الأسماء، هذه هي الشعارات مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام. ولكن العودة إلى مقدمة هذا الشوط، أعود إلى اليافل. اليافل لازالت المسيطرة على مقدمة هذا الشوط. عبد الله بن علي بن سعيد بن سعودي الاكتبي، يلا يا بن سعودي يلا. هنا بدينا في الغلاف الجوي الأخير، هذا المنعطف الأخير. روحوا اليافل وتحركت العبرة على المركز الثاني في هذه اللحظات. معركة ثنائية ما بين هالي الهير وهالي منطقة زاخر. الله 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 الله. اللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية. اليافل لازالت المسيطرة لعبد الله بن علي بن سعيد بن سعودي الاكتبي، والعبرة رافعة راية التهديد مع الصغير بن يزرب العامري ينطلق ابو سعيد ليبحث عن هذا الشوط. اللحظات الاخيرة، ولكن اليافل ما صدرت عليها اي تعليمات حتى الان. سلام يا الجبيب، سلام يا الهير. الهير والجبيب يحتفلان بهذا الفوز، ولكن العبرة اللحظات الاخيرة، اللحظات النهائية. بن يزرب يتحرك مع العبرة، ولكن اليافل بدون اي تعليمات. سلام يا الهير، سلام يا الجبيب. تهانينا لعبد الله بن علي بن سعيد بن سعودي، مشكور يا بدر على هذا الفوز. المركز الثاني اللي اتت فيه مشاهدينا الاعزاء العبرة بشعار الصغير بن علي بن يزرب العامري، والمركز الثالث فاصبح من نصيب المركز الثالث اللي أتت فيه النادرة لخاطر بسالم بن عامر الزرعي، والمركز الرابع كان من نصيب اللي هي الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع حمد بن علي العويسي، وخامسا فأصبح من نصيب اللي هي الخليجية لسعيد بن محمد بالحب العامري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام. نعود بالتهنئة